أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملاحظة مهمة، الذين يعملون في صيانة الأجهزة والكارتات الإلكترونية إن كان في الورشة أو في البيت، إخواني الكاوية من تشتغل بالكاوية، الكاوية تطلع منها ريحة ودخان، خصوصا من استعملها في لحيم القطع الإلكترونية أو الكارتات الإلكترونية. طبعا هاي الريحة تأثر بمرور الزمن على صدرك وتأثر على نفسك، وكذلك أيضا تأثر على عينك، يعني تأثر على عينك، ولهذا يجب وضع مروحة، بحيث هاي المروحة أيا كان نوعيتها أنه ما تخلي الدخان يوصل إلى وجهك أو أنفك أو صدرك أو عينك، دخان الكاوية. فأي مروحة عندك بالبيت أو مفرغة هواء تستطيع أن تجعلها تسحب لك الهواء في مكان الصيانة. أنا هنا مثلا قاعد بغرفة جاي أسوي صيانة أو أصنع أجهزة أو ألحم كارتات، بهالحالة الغرفة طبعا بيها شباك، بس من الحام تعرفون انه الدخان راح يوصل لصدري ويدخل الى صدري. فالحل الوحيد هو تجيب مروحة مثل ما تشوفون، الثاني هاي مروحة تشتغل على الباتري وتشتغل على الكهرباء، اي نوعية كانت هاي مروحة تشغلها مثل ما تشوفون، حشغلها شوفوا اشتغلت، تسحب الهواء وتقدر تتحركها يمنى يسار حسب الاتجاه اللي تريد الهواء يعني يخرج من عنده. هاي المروحة مثل ما تشوفون، وهذا مكان العمل، مكان عمل مؤقت طبعا، يعني كلش بسيط بس يعني يفي بالغرض. عن طريق هذا المكان، هذا مكان يعني متحرك، اقدر اشيله واخليه بغير مكان، يعني مجرد هو قطعة خشب صغيرة اعمل عليها واكمل، اقدر اخليه بغير مكان. فهاي الشخص اللي يريد يشتغل في شي مكان يجب ان يضع مروحة، هاي المروحة مثل ما تشوفوها اي نوعية كانت، بحيث تدفع الهواء عنك وعن صدرك. فهاي حبيت أوضحها للأخوة المبتدئين لمن سألني عن هاي الحالة، شغلة اللحيم ومضار شغلة اللحيم زين، فيجب وضع مروحة. فلا تنسى لايك واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.